مرحبا. أظهر تقرير هولندي أنه حوالي 64% من الصينيين واللي عم بيواجهوا أزمة تلوث خانقة علوا صوتهم وزاد الغضب عندهم، غضب الشعب لأنه التلوث وصل لمستوى خطير، ودعوا كل الجمعيات البيئية إلى ضرورة التحرك بسرعة لمعالجة هالمشكلة الخطيرة، ويعتبروا الصينيين من أكثر الشعوب اللي بتناضل للمحافظة على البيئة. بالعودة لطقسنا، ربيع متقلب مسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، الحرارة معتدلة، الهواء متوسط السرعة، البحر مائج شوي، وحرارة مياهه 22 درجة. اليوم طقسنا بلبنان غائم جزئيا صباحا، بتحول تدريجيا إلى غائم بسحب مرتفعة مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح ناشطة نسبيا. وهلأ نبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 13، على المرتفع 9، والبقع 6، وبنبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية: 13 بالقبيات، طرابلس 22، جبال 22، برمان 20، بيروت 26 درجة، ومننتقل من بعدها إلى سور 22، بنت جبال 19، النبطية 18، رشية 18 درجة، زحلة 21، بعلبك 23، الأرز 11، والهرمل 25. أما الرطوبة فبتتراوح بين 50 و65%، حرارة سطح الماء 22 درجة، وسرعة الرياح بين 8 و25 كيلومتر بالساعة، والرياح جنوبية غربية. كيف رح يكون طقس اليوم واليومين اللي جايين؟ لليوم بين 13 و26، الأربعاء بتتراوح بين 13 و25، والخميس بين 14 و26. وبنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. نبدأ مشوارنا من عمان 20، دمشق 27، والرياض 37 درجة، مننتقل من بعدها إلى الجزائر 24، والرباط 29، ومننهي مشوارنا ببرلين 13، وروما 19. وهيدا كان كل شي. باي.